فيه الأول الحديث عن فقه الطهارة وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر خدمتي فايبر وفيسبوك صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا. شيخنا، بالأمس تحدثتم عن أتممنا الحديث عن نواقض الوضوء من أحداث وأسبابها وغير ذلك. اليوم نريد أن نتحدث عن الوضوء أو ما يندب له الوضوء، لكن قبل ذلك هناك سؤال على قضية طرحتموها بالأمس، أظن في حلقة الأمس. بعض الناس يسأل عن نص في كتاب الكافي للحافظ ابن عبد البر في قضية الشك، وهو قوله أن أكثر أهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء بالشك، فيقول كيف يعني مذهب مالك مخالف لمذهب عامة أهل المدينة؟ وبعدين نبدأ في موضوعنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وبعد، السلام. فإن يعني ما ذكرتموه من أن بعض أهل المدينة، وليس كل علماء أهل المدينة، نعم هذا موجود في كتب المالكية، بل ذكروا بعض الأسماء في أن إذا تيقن المتوضئ الطهارة وشك في الحدث فلا تنتقض طهارته. هذا موجود، ولكن مشهور المذهب هو ما ذكرناه، أنه إذا تيقنت الطهارة وشك في الحدث يبطل الوضوء، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة كذلك يبطل الوضوء، وكذلك إذا تيقن يعني الاثنان الحدث والطهارة وشك في أيهما السابق فإن الوضوء في مشهور المذهب يبطل ولا بد لصاحبه من التجديد. ولكن عندنا بعض العلماء، نعم، خصوصا من المدرسة المدنية، وأنتم تعرفون أن الفقه المالكي له مدارس كثيرة، لكننا نتحدث في الغالب نحن عن مشهور المذهب. لكن يوجد، نعم، في بين فقهاء المالكية من قال بهذا الذي ذكره السائل، الله أعلم. نعم، يعني غاية ما يخرج عليه كلام ابن عبد البر أنه هو اختلاف بين أهل العلم في المدينة ومشهور المذهب، وخلاصته أن الشك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. نعم، لا شك في ذلك. نعم نعم طيب شيخ، ننتقل إلى موضوع الحلقة اليوم، وهو قضية ذكرتم في قبل أن نتحدث عن نواقض الوضوء ما يجب له الوضوء في الصلاة والطواف وغيرها. اليوم نتحدث عن أشياء يندب لها الوضوء ولا يجب لها وجوبا. نعم، ولابد من مما ذكرتم، لابد أن نكرر ذلك، فنقول إن بعض الأشياء يجب لها الوضوء، يجب لها الطهارة، ولا يصح فعلها بلا طهارة، وذلك كما ذكرتم قبل قليل، الصلاة مثلا لا تجوز بغير طهارة، إما مائية وإما ترابية، لكن لابد من الوضوء أو التيمم عند أصحاب الأعذار لقضية الصلاة. كذلك الطواف، والطواف لا يصح فعله إلا بطهارة، نعم، كاملة. وكذلك مس المصحف، لا يمس المصحف عند مشهور المذهب
إلا بطهارة كاملة. لا بد أن يكون يعني متوضئا، فهذه المسألة ضرورية. لكن عندنا أشياء أخرى يندب لها الوضوء ولا يجب، يعني يفعلها الإنسان وهو متوضئ خير من أن يفعلها وهو غير متوضئ، ولكنها تصح حتى بلا وضوء. من ذلك ما يذكره الفقهاء زيارة رجل صالح، زيارة الصالحين. وإحنا قلنا يعني طرحنا سؤالا، كيف يعرف الصالح؟ قلنا الشرع تعبدنا بمسألة الظواهر، نعم، على غلبة الظن. فإذا يعني رأينا شخصا يعني ظاهره فعل الصلاح ولا تظهر منه المعاصي، وعلى الأقل لا يجهر بها، فهذا صالح عندنا وأمره إلى الله. فإذا أردنا أن نزور هذا الصالح لنكسب منه الدعاء مثلا، وقد سألنا أحد السائلين أمس أعتقد هل يعني عن قضية التبرك، هل يجوز التبرك؟ نعم، قلنا نعم يجوز التبرك، لكن بقيود ذكرناها. قضية التبرك متاع العوام والجهل لا، لكن التبرك كما ذكرنا في قضية أن بعض الصحابة يعني كانوا يتبركون ببعض الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وضوءه. نعم، بل إن القاضي عياض رحمه الله تعالى في شفائه ذكر أنه عندما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم مص الحاجم ما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدم، باعتبار دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وبالتالي امتصه وشربه. والكلام في هذا الموضوع كثير. نعم، المهم أن نعم. من أراد أن يزور رجلا صالحا أو جماعة صالحين يندب له الوضوء، بل هو يندب الوضوء دائما، يعني لأنه يعني نوع يعني من التحصن. ويذكر العلماء كذلك أن دخول الأسواق يعني يندب له الوضوء، ويعللون ذلك بأن الأسواق يعني تكثر فيها الشياطين، لأنها تكثر فيها المعاصي، الغش والكذب والأيمان غير الصادقة، ولذلك يندب لمن دخل هذه الأسواق أن يكون على وضوء. كذلك الدخول على الظلمة، فإذا اضطرت الإنسان الظروف للدخول على الظلمة، نعم، وهذه في الغالب لا تكون خيارا، لا يخير فيها الإنسان، فيتوضأ ليتحصن منهم. فالدخول على الظلمة يندب له الوضوء. من المسائل الأخرى، وهي إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب لا من المصحف، لأن مس المصحف ذكرنا أنه تجب له الطهارة، يجب له الوضوء. أما إذا قرأ عن ظهر قلب فلا تجب الطهارة، فقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن عمر بن الخطاب جاء وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعد أن ذهب للبول، نعم، في الطريق جاء وهو يتلو، والأدلة كثيرة. نعم، فيعني قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يطلب فيها وجوبا الوضوء، لكن يستحب أن يكون القارئ متوضئا. فإذن القارئ من المصحف ليمس المصحف
واجب الوضوء عليه، وإذا قرأ عن ظهر قلب يندب الوضوء. فربما يطرح سؤال بهذه المناسبة، أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو القراءة عن ظهر قلب؟ فقد بين العلماء ذلك وقالوا القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، نعم، هذا حصول الثواب أكثر، نعم، لأن يحصل بالقراءة نفسها الأجر، ويحصل بالنظر في المصحف كذلك، فيعني يكثر الثواب في هذه الحالة. من الأمور الأخرى التي يستحب لها الوضوء وقراءة التفسير والحديث والفقه، أي العلوم الشرعية. إذا أراد أن يقرأ في هذه الكتب لا يجب عليه أن يتوضأ، ولكن إذا توضأ يحصل له الأجر أكثر، يعني يندب له ويستحب له أن يقرأ هذه العلوم وهو متوضئ، لكن إن قرأها غير متوضئ فلا شيء عليه. إذن العلوم كلها، نعم، تقرأ، العلوم الشرعية، نعم، تقرأ على وضوء يعني أكثر أجرا. كذلك مما يستحب له الوضوء ولا يجب ذكر الله، إذا أراد المسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فالمستحب أن يذكره على طهارة، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يفعل حتى بغير وضوء، بل يمكن أن يفعل والذاكر على حدث أكبر، ليس ممنوعا ولا يعتبر قد ارتكب حراما، لكن احنا نتحدث عن المستحبات. يستحب إذن لمن أراد ذكر الله سبحانه وتعالى، والمعروف أن ذكر الله يجوز في كل حين وعلى كل الأحوال، يعني قضية أنه قاعدا أو قائما أو مستلقيا أو غير ذلك، كل ذلك يجوز فيه الذكر. وقلنا إنه يستحب أن يكون هذا الذكر على وضوء، فتكون الحالة أكثر أجرا. هذا بالنسبة لي. عندنا كذلك عند النوم يستحب للمسلم أن ينام وهو على وضوء، لأن الوضوء قلنا حصن، كأنه حصن نفسه. فإذن هل الوضوء واجبا عند النوم؟ لا، ولكنه مستحب، بل إن الوضوء مستحب عند النوم حتى ولو كان المكلف جنوبا، لو كان على حدث أكبر وأراد أن ينام استحب له، كما في السنة استحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الشرعي المعروف، نعم، مع أنه هو يعني بالنظر العادي الإنساني والرجل على حدث أكبر، فما فائدة الوضوء؟ لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيجب أن يطبق، ومن المستحسن أن ينام المكلف وهو على وضوء. عندنا مسألة أخرى، وهي وقراءة يعني قضية الوضوء على الوضوء، أي تجديد الوضوء عندما يكون الإنسان يعني متوضئا، هل يجب عليه أن يجدد وضوءه مرة أخرى؟ لا يجب عليه ذلك أبدا. هل يستحب له ذلك؟ نعم، ولكن بقيد، وهو إذا فعل ما توضأ له المرة الأولى، نعم، إذا كان الوضوء متاع الصلاة صلى، أو كان لمص المصحف مسه، أو كان لطواف طاف إلى آخره، وأراد أن يجدد وضوءه مرة أخرى دون أن ينتقض، نعم،
يستحب له ذلك ويحصل له ثواب على تجديد وضوئه. نعم. طيب شيخنا، إن بقي شيء، وإلا أود السؤال عن قضية الوضوء. ما ذكر في بعض الكتب أنه يندب أو يجب الوضوء بعد غسل الميت، وكثير من الناس يرفع الأمر إلى وجوب الغسل بعد أن يغسل الميت. نعم، نعم، هذه مسألة خلافية، لكن مشهور مذهب مالك نعم. أنه مندوب. نعم، يستحب، ولذلك المفروض أن نذكره هنا، يندب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس واجبا عند المالكية. ذهب بعض العلماء، نعم، إلى وجوبه، لكن الذي ذكرته هو الذي ذكرته هو مشهور المذهب. نعم، أنه يندب الوضوء وليس الغسل بعد غسل الميت. يندب، نعم، يندب الغسل، عفوا، مش الوضوء، يندب الاغتسال لمن غسل ميتا. وقد علله الفقهاء بأنه عندما يعلم الإنسان أنه سيغتسل بعد تغسيله الميت، يبذل قصارى جهده في إتقان الغسل، ولا يخشى من تناثر قطرات من الماء من الميت إلى الغاسل، لأنه سيغتسل بعد ذلك. لكن هذا الغسل مندوب. أنا قلت الوضوء لا، الغسل نعم. طيب شيخ، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، لأن الأسئلة كثيرة، ونؤجل إن شاء الله بقية الحديث عن أحكام الطهارة الأخرى، لعلنا نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن المسح على الخفين وملحقاته. أبدأ بسؤال للأخ أيوب على الفايبر، يقول: لو توضأ أحد وبعد الوضوء قام بحلق شعره أو قلم أظافره، يعني أزال شيئا من جسمه، ما حكم ذلك؟ هذا لا يؤثر عليه، وضوءه صحيح، ويستطيع أن يصلي به أو يفعل الأمور التي أوجب الشرع فعلها بالوضوء. لا يؤثر ذلك، سواء نعم. حلق شعره أو قلم أظافره كذلك، أو قطع عضو من أعضائه التي غسلها في الوضوء، كل ذلك لا يؤثر، وضوءه صحيح. نعم. نعم. الأخ المنصور يسأل على الفيسبوك، يقول: زوجتي عندها اضطرابات في قضية الحيض، ويستمر أحيانا أكثر من 15 يوما، وما زالت غير منتظمة، فهل يجوز، أو يقصد هل يجب عليها الصوم، أو يجوز لها الصوم أم لا؟ هذه المسألة يعني ترجع بنا إلى قضية حكم حيضها، هل هي من المعتادات أو من المبتدآت أم من المضطربات كما ذكرنا أو كما ذكرها في السؤال. لابد أن نعرف كم هي عادتها إذا كانت صاحبة عادة، حتى نقول إنها تزيد إذا استمر بها الدم، تزيد على ذلك ب3 أيام، وهو ما يسميه العلماء بالاستظهار، تستظهر ب3 أيام، وهو تتغير عادتها تبعا لذلك. فإذا كانت 5 أيام تصبح 8، وإذا كانت 8 أيام تصبح 11 يوما، وهكذا تستمر إلى أن تصل إلى 15 يوما ولا زيادة على ذلك. فإذا كانت عادتها 15 يوما، فيعني لا تزيد عليها شيئا. فإذا استمر الدم بعد 15 يوما فإنها مستحاضة،
تصلي ويعني وتصوم وتفعل كل الأمور التي يفعلها تفعلها غير الحائض. نعم. نعم، إحدى الأخوات تسأل سؤال يعني يتكرر كثيرا خاصة في رمضان وقبل رمضان، قضية القضاء، من بقيت عليها أيام قضاء من رمضان ودخل عليها رمضان التالي له، هل يجب عليها القضاء فقط أم يجب عليها شيء آخر معه؟ هذه تعتمد على قضية هل بإمكانها، هل كان بإمكانها أن تقضي هذه الأيام قبل أن يصل رمضان الذي تتحدث عنه. عفوا، فإذا كانت مثلا عليها 5 أيام وبقي على وصول رمضان 3 أيام، تصوم هذه الثلاثة وبقي يومان تصومهما بعد أن يخرج رمضان، لكن عليها كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم. فإذا كانت ذات عذر وصل هذا العذر معها حتى دخل رمضان، فتقضي بعد أن ينتهي رمضان، تقضي ما عليها من أيام ولا كفارة عليها. الكفارة عليها إذا كان عندها أيام معينة تستطيع أن تصوم هذا القضاء ولم تفعل بعدد هذه الأيام التي كانت تستطيع أن تصومها ولم تصومها بعددها، عليها كفارة صغرى وهي إطعام مسكين مدا من غالب قوت البلد، نعم، عن كل يوم. نعم. نعم، أحد الإخوة الأخ فارس يسأل على الفايبر، يقول عنده والدة عنده مركب بطارية على القلب، والدكتور في رمضان الماضي قال له أفطر لأنه يأخذ دواء ويجب عليه أن يشرب المياه بشكل مستمر، وهو رمضان اللي فات أصر على الصيام وصام، وبعد العيد ذهب لمراجعة طبيب فوجد عنده مشكلة في الكلى من قلة شرب المياه، والدكتور أكد عليه رمضان هذا ألا يصوم، قال هو صام أول يوم وأمس يعني فطروه قصرا يبدو، فيسأل عن حكم والده إذا كان الإنسان إذا صام يؤثر هذا على أعضاء جسمه وعنده مشكلة مرض مزمن، ما حكم صيامه؟ هذه قضية واضحة، إذا هو بالتجربة هذا يجب عليه. أحيانا الإنسان إذا خاف على نفسه يعني خوفا شديدا كما ذكر صاحب السؤال، فإنه يجب عليه أن يفطر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي القضية يعني لما كان صحيحا كان يصوم، لكن الآن قضية يعني صحته لا تسمح بذلك. نعم. يعني يجب عليه الإفطار إذا كان هذا متيقن. نعم، أو مثل التيقن ليس ضروريا. إحنا الأحكام الشرعية التي يعني الله سبحانه وتعالى خاطبنا بها في معظمها غلبة ظن، فلما يغلب على الظن كذا يترتب الحكم الشرعي. نعم. نعم، أحد الإخوة الأخ أحمد يسأل يقول علي هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟ لا، الصدقة لا تجوز لغير المسلم أبدا، الصدقة لا الصدقة ولا الزكاة، ولكن يجوز الإهداء، يجوز الإهداء إليه أن يدفع له هدية. نعم، لا بأس بذلك. نعم، أما الصدقة لا، الصدقة لا تجوز إلا للمسلمين. نعم، الأخ أو الأخت فاطمة، حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان. قطرة العين أجبنا عنها الأمس أعتقد أو الأمس، نعم. وقلنا إن المالكية عندهم ما يدخل الجسم عن طريق العين، ننظر في قضية متى أدخل هذه القطرة.
هل في الليل أو النهار، إن أدخلها ليلا لا شيء عليه، ولو وجد طعمها من الغد نهار رمضان لا شيء عليه، وإذا أدخلها نهارا نهار رمضان ووجد طعمها ليلا فلا شيء عليه. متى يكون عليه القضاء؟ قالوا إذا أدخلها نهارا ووجد في نفس النهار طعمها، في هذه الحالة يعني يلزمه القضاء. هذا رأي المالكية. وقلنا كثير من العلماء قالوا ما دخل عن طريق العين لا شيء فيه، وقد كان هذا رأي المجمع الفقهي في مكة وجدة. نعم نعم طيب شيخنا، سأذنك نذهب فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. مبارك شهر رمضان، يتجدد بكم اللقاء في برنامج بعنوان التدين الرشيد. التدين الرشيد الذي يبنى ويؤسس على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أسلافنا الصالحون، في كلمات أرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن تكون مسددة ومباركة، وأن ينفع الله عز وجل بها، وأن يجعلها في ميزان الحسنات. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، نواصل الأسئلة. الأخ يوسف المطردي من في الفيسبوك يسأل، يقول السلام عليكم، يسلم عليكم، ويتمنى أن أنقل هذا الاستفسار، لو هو هناك قرار بإقفال المساجد، يقول هل يلتزم بذلك، وهل يمكن أن تفتح أو تفتح اللجان المشرفة على المساجد هذه المساجد بضوابط بحيث تضمن أو تقلل قدر الإمكان من احتكاك المصلين وعدم انتقال العدوى إليهم؟ هي القضية هذه ما لا تتعلق لا بلجنة ولا بأفراد، هذه تتعلق بقضية الأطباء، قضية الخوف من المرض وانتقاله. وقلنا حتى أمس، احنا ذكرنا ذلك على الأخ يوسف بارك الله فيه سمع كلامنا أمس، قلنا هذه تختلف من بيئة إلى أخرى ويعني من ظروف إلى أخرى، فما يتحكمش فيها اللجنة المشرفة على المسجد أو ما شابه ذلك، وإنما يرجع فيها إلى الأطباء في ذلك المكان في تلك البيئة. هل القضية مضمونة أنه لا شيء في ذلك، أو القضية يعني فيها شك كبير جدا ويخاف من هذه العدوى أن تصير إلى الناس؟ يجب المحافظة على الناس، لأن الحفاظ يعني على النفس، نعم، مع أنه هو يعني يأتي بعد الحفاظ على الدين، لكنه مهم جدا، فهو ثاني فقرة. نعم، فهنا الحفاظ على الدين تخطي، لأن الدين يحافظ عليه بفعل الصلوات والذكر وما شابه ذلك في البيوت، يعني لا ينقطع ذلك، ولذلك ما ضاع حفظ الدين. فتتحول الفقرة الأخرى وهي الحفظ أو حفظ النفس، وهذه فيها حفظ النفس، لكن هذه تعتمد كما ذكرنا على الظروف التي توجد في بلد ما وفي مكان ما، الله أعلم. نعم، إحدى الأخوات تسأل عن مبيد الحشرات، هل استخدامه ودخول شيء منه إلى الحلق أو إلى الفم أو وجود رائحته ينقض الصيام أم لا؟
لا لا لا، بالنسبة لرائحته لا تؤثر، حتى ولو وجدها الصائم لا تأثير لها على صومه. أما إذا يعني وجد طعمه في الحلق، نعم هذا يعني أغلب الظن أن عليه القضاء. نعم. نعم. أحد الإخوة يقول يريد فتوى في زوجته مريضة بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، واليوم الدكتور قال لها ألا تصيم هذا الشهر لأنها سيؤثر سلبا على صحتها، يسأل هل تعيد الدين بعد معافاتها إن شاء الله أو نطعم عن كل يوم، باعتبار أن قضية الشفاء منه قد تشفى إن شاء الله وقد يستمر معها المرض طويلا، فهل تدفع فدية أم تقضي رمضان، تنتظر حتى معافاتها وتقضي رمضان؟ هو هذا الظاهر الأخير يعني الله سبحانه وتعالى يشفيها ونحن نسأل الله ذلك، فيعني تنتظر نعم ولا تستعجل بقضية الإطعام. نعم نعم. إحدى الأخوات تسأل تقول عندها كفارة يمين لخمس مرات من سنين مضت، وكيف أدفع المال وعندي زوج مريض يأخذ علاج؟ ويبدو هذا سؤال آخر، في رمضان 2015 قال له الدكتور يجب الإفطار وأفطر رمضان كاملا وبعدها لم يستطع قضاء الصيام لأن العلاج مستمر، وجاء رمضان بعدها بسنوات أيضا وكل سنة يصوم إلا سنة واحدة لم يصم، وكيف يكفر عن ذلك؟ تسأل عن كفارة اليمين كيف تدفعها، وتسأل عن زوجها أفطر رمضان كامل منذ خمس سنوات وبعدين عفاه الله سبحانه وتعالى وما زال لم يقضي هذا الشهر. بالنسبة لكفارة اليمين يجب عليها أن تدفع ذلك إذا كانت مليئة، إذا كان عندها نقود نعم فيجب عليها أن تدفع هذه الكفارات التي ذكرتها ولا تسقط، وإن كانت معدمة فيعني هي عن نحن كفارة اليمين ما هي؟ قضية إطعام يعني ستة مساكين، عشرة مساكين عفوا، أو إطعامهم معنى دفع يعني مد من البر أو من غالب قوت البلد لكل واحد منهم، أو إطعامهم بمعنى غداء وعشاء، فيعني يغديهم إما مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم أو يدفع لهم يعني كسوة، والكسوة تختلف، إن كان دفع للذكر فهو ما تصح الصلاة به من الكسوة، وإذا دفع للأنثى فكذلك، يعني ويأتي بعد ذلك إن لم يكن قادرا صاحب الحنس، إن لم يكن قادرا على ذلك ينتقل إلى الصوم. نعم، فالصوم يأتي آخر شيء، ما هوش من المخير فيه، الصوم يأتي للعاجز عن الإطعام بجميع أشكاله وعن الكسوة. نعم. بالنسبة لزوجها، نعم. زوجها يجب عليه طالما شفاه الله سبحانه وتعالى، نعم زوجها شفاه الله سبحانه وتعالى، أن يعني يقضي هذه الأيام التي أفطرها طالما هو قادر على ذلك، ولا يعني يجب قضية تتابعها، يمكن أن يفطر يوما ويصوم يوما أو غير ذلك، كل ذلك، لكن القضاء لا يسقط طالما هو قادرا عليه. نعم. نعم. إحدى الأخوات تقول تسأل عن الحيض، تقول حيضها منتظم واغتسلت منه قبل رمضان بيوم وتطهرت وصامت وصلت، واليوم رأت أيضا دما خفيفا، فما حكم الصوم والصلاة في هذه الحالة؟ هذا يعتمد قبل كل شيء عن قضيته، كم هي عادتها، هل انتهت عادتها واستظهارها بثلاثة أيام أم هذه أول مرة تزيد على عادتها،
فلا نستطيع أن نقول لها شيئا إلا إذا علمنا عادتها كم يوم. فإذا كانت العادة هي من قبل لم تزد عليها شيئا، هذا اليوم الذي فصل عنه يومان من رمضان فيلحق بما قبله. مثلا كانت 6 أيام تصبح في المستقبل 7، إذن تعتبر هي الآن في حالة حيض ولا ينفع صيامها. أما إذا استنفدت عادتها واستنفدت الاستظهار فإن هذا اليوم يعني دمه دم مرض لا يؤثر على الصيام، والله أعلم. نعم، الأخ أسامة على الفيسبوك يسأل عن حكم استعمال بخاخة الأنف الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية. هي قضية الربو هذه أو غيرها؟ لا، الخاصة بالجيوب الأنفية مش الربو يبدو. والله لم أرى أحد تحدث عن ذلك، لكن هل هي تدخل إلى الحلق أو لا؟ لأن الأنف واحد من المنافذ، إذا كان هو يعني استطعم ذلك في حلقه فعليه القضاء ولا كفارة عليه، حتى وإن فعلها يعني عند غير اللزوم حتى متعمدا، لأن الذي يدخل من الأنف أو الأذن لا يؤثر في الكفارات وإنما عليه القضاء فقط. أما إذا لم يجد طعمها في حلقه فلا شيء عليه. نعم. إحدى أو أحد الإخوة تقول شخص متزوج أو امرأة متزوجة وأنجبت طفلا، ويعني في فترة الزواج ولم يكشف أمرها وقد زنى بها أحد الأشخاص في هذه الفترة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ تقصد في نسبة الولد. لا، لم أفهم السؤال جيدا. هل كانت العملية المحرمة هذه قبل زواجها أو أثناء الزواج؟ أثناء الزواج حسب السؤال. أثناء الزواج الولد ينسب لأبيه، وإذا ثبت عليها شرعا ويعني رفع أمرها للقضاء فإنها يقام عليها الحد بطبيعة الحال. نعم، وبما أنها حامل يعني لا يقام عليها الحد حتى ينتهي حملها وتضع طفلها وحتى تجد من يقوم برضاعه، لكن هو الحد الآن لا يقام، وبالتالي أمرها إلى الله. لكن شيخ، هو بقية السؤال تقول إن هو الموضوع لم يكشف أمر المرأة حتى الآن، والرجل الزاني غير متزوج، فتسأل عن حكم الشرع في هذه الحالة، كأنه يشك في أن هذا الجنين منه، وهي يعني وكأن فيها خداع أيضا للزوج، فتسأل ما الحكم الآن؟ هل هي الشاب هذا يعني يفضح أمر المرأة أم يسترها، والولد يقينا لزوجها وليس لمن زنى؟ الولد للزوج، لما هي كانت نعم. متزوجة فالولد للزوج، لأن هذا نعم. يعني مقتضى الحديث الشريف الصحيح. نعم. وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما حكاية يعني قضية أن يفضحها أو شيء من هالقبيل، أعرف إذا كانت تابت أرى أن يستر عليها ولا يفعل هذه الفضيحة، لأن هذه تضر بكثير من الناس، بها وبأهلها وبزوجها وإلى غير ذلك. وإذا كانت هي ما زال هذا الأمر، هذا قضية أخرى. نعم.
أحد الإخوة يقول هو عالق في إيطاليا ويريد العودة إلى ليبيا، فهل يجوز له العودة دون علم الحكومة، يعني بطرق غير قانونية، خاصة بقضية هذا المرض؟ يبدو أنه من العالقين بعد قطع الرحلات الجوية، فيسأل عن حكم العودة بطريق غير قانوني، خاصة في ظل هذه الظروف، الوباء والمرض المنتشر. والله لا أعرف بالضبط، لا أعرف الحكم في مثل هذا الأمر. يعني هو إذا كان لم يصب بمرض واستطاع أن يرجع إلى بلده، ما المانع من ذلك؟ لا، لكن هو شيخ يخشى، نعم يخشى إذا فتح هذا الباب أن الناس كلهم يرجعوا وفي بعض البلدان الموبوءة، وينتقل المرض إلى البلاد ويزداد انتشارها فيها لا سمح الله. يعني إذن في الحالة هذه واضح المنع، نعم، لكن هم كيف يرجعون والأمور هي وسائل هو يقول بطريقة هو يقول بطريق غير قانوني هو يقول بطريق غير قانوني شيخنا، هو يسأل عن طريق البحر، عن طريق الهجرة غير الشرعية، يعني بطريقة غير قانونية. لا هذه ما تنفع سعد، هذه أصلا فيها مخاطرة حتى بدون هذا المرض، لا يحل له ذلك. نعم. لا نعم، حتى من غير المرض ما تصحش. أيوة. طيب، أحد الإخوة على الفيسبوك يسأل، يقول عنده صديقة مدمن على تعاطي الحشيش حتى في رمضان بعد الإفطار، ويغتسل غسل الجنابة قبل السحور والإمساك لكي يكون على كامل قواه العقلية، يعني عشان يبدأ الصيام بنية. فهو كأن السؤال لماذا يصنع ولا ينصح، ولا هل يصح صومه أم لا أصلا؟ الصوم إذا كان هو عاقلا أثناء فترة الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامه صحيح، لكن هي قضية، ماذا أقول، يعني قضية الذي يفعله هذا من الكبائر، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يخلصه من هذه المعصية الكبيرة. نعم، آمين. الأخ سالم مصباح في فيسبوك أيضا يسأل عن استعمال أنبوبة الأكسجين العادي، هل تفطر أم لا؟ لا، الأكسجين لا يفطر. طيب، فيه حكم العمل بالمصرف التجاري مع العلم أنه لا يتعامل بالربا، وسؤال الثاني حكم لعب الكارطة. أما بالنسبة للعمل في المصرف، المصارف التي لا تتعامل بالربا، فهو جائز كبقية الوظائف، نعم، فأما إذا تعاملت بالربا فممنوع، وهذا ذكرناه في أكثر من الحلقات. لكن إذا كان لا يتعامل بالربا هو متأكد، نعم، الوظيفة فيه عادية ولا يترتب عليها حرمة، نعم. وقضية اللعب، اللعب بالكارطة، اللعب بالورق يعني هذا هو نوع من مضيعة الوقت، يعني أقل درجاته إذا خلا عن الأيمان الكاذبة وخلا عن الرهان وما إلى ذلك بالنقود وغيرها، فهو مكروه، لأن المسلم الأصل فيه ألا يضيع وقته في مثل هذا العمل. وقت المسلم ثمين، إما في عبادة أو في ذكر، والذكر عبادة كذلك، وإما في سعيه عن نفسه وعن عياله، فما عندهش وقت لهذا اللهو. نعم، أما إذا صاحب ذلك أيمان كاذبة وحلف وغش وغير ذلك،
القضية تتحول حتى أو قمار تتحول إلى الحرمة، والله أعلم. نعم. نختم بهذا السؤال. شيخ، إحدى الأخوات تقول بنتها أعطتها زكاة، أعطتني أن أخرج لها الزكاة المال، هل أستطيع إعطائها لأختها المحتاجة، وهل يلزم إخبارها بهذا؟ ولكم جزيل الشكر. أما إخبار من يعطى له الزكاة أم من تعطى له الزكاة فلا، لا ليس ضروريا. نعم، بل الأحسن هو عدم حتى إخبارها بأن، لكن أختها هل يعني هل هي متوفر فيها ومتوفر فيها الشروط؟ نعم، أي الفقرة والمسكنة وغير ذلك. قالت محتاجة هي. وهل هي متزوجة؟ محتاجة كلمة عامة، هل هي متزوجة أو غير متزوجة؟ فإن كانت متزوجة فنفقتها على من؟ على زوجها. فإذا كان زوجها فقيرا تعطى الزكاة لزوجها حتى ولو هي فقيرة. وإذا كانت غير متزوجة، هل هي تحت رعاية أبيها أو هي مطلقة أو متوفى عنها؟ فإذا كانت تحت رعاية أبيها فالزكاة فالنفقة على الأب، وإذا كانت هي مطلقة أو متوفى عنها نعم وهي فقيرة تعطيها الزكاة. نعم، لا حرج عليها في ذلك. نعم نعم طيب شيخ، انتهى وقت البرنامج، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله ونجيب عما تبقى من أسئلة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأرض.